ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ كلمتين مهمين بس على السريع كده، وهسيبكم مع روم على طول. نوقف تختيم العاب، عشان مش بيعلق قناة بس هو مش عليك دعم خالص، فهوقف تختيم. طب عبارة عن تجربة، يعني لعبة عندي جديدة مثلا ولا حاجة، فهجربها، عجبتكم ممكن اختمها، يعني على حسب رأيكم انتوا برضو في الاول والاخر. وبعد كده هبتدي اشتغل على فيديوهات اونلاين، بس العاب اونلاين، بس هتبقى العاب كلها اونلاين لحد ما أجرب لعبة عجبتكم ختمها، بس كده هيبقى ده النظام بس. و هسيبكم مع روم على طول. ديلو يا ابني أنا كمبيوتر يا ابني، هتزعل هعيطك. أخيرا ضربت، أنا بسجل يا زميلي عشان أنت كنت بتحداني. ولا يا ابن اللعيب، وادي يا ابني مشغلش بالك، هتتعود هتتعود. بلعب مع صحابي وبيعملوا نفس الشيء برضه، تتعود متقلقش. بيو بيو، انت لعبك على الحساب بقى، يا ريتني كنت قلت لك على الحساب. ولا انا البنج عندي خرر وربنا. ايه يا اسطى ده، انت ايه يا اسطى، في ايه؟ على الله، ايوه انت ما تموتش يا عم، في ايه؟ مفيش ولا طلقه جت فيا اساسا يا ابني، والله من ساعه ما انت لعبت. ايوه يا ابن المحظوظ ده، ايه يالا، في يالا، اثبت يوم فين انت؟ فين يالا؟ ولا اثبت يالا. بيو يا لهوي، كجاف في دماغك وربنا دي. Nothing can stop me, I'm all the way up. أو يا لهوي يا ابن المحظوظة. ولا حاسس بقى، حاسس بقى، ما بحبش ألعب في أماكن ضيقة. ايه ده يا عم ده؟ أمال عرقان؟ خد راحتك خد راحتك، جفف الناتش. عاش لما توصل عند البيت عندي، ممكن تلعب في المنطقة كلها براحتك عادي يعني. اه شفتك. ولا انا معايا 146 طلقة ليه يا جدعان؟ داخل احارب لوحدي ولا ايه؟ سنايبر وسنايبر وطلق 166 طلقة سنايبر. يو نو ميرسي، هل حركتك مترددة يا اسطى؟ يو ولا انمي داون، ثم المحاكي يا عم كمان مرة. قلت لك بس انت كده كده بتنزل مع تليفون يعني، فما فيهاش مشكلة. هتطلع منين؟ تشغلش بالك بالمحاكي. ايه؟ اه اه والله واخد بادي، والله واخد بادي. ايه ده؟ والله التانية جت فيك برضو. شفت الحتة دي؟ شفت الحتة دي؟ شفت الأكشن يا شو؟ ولا عيب ولد، عيب والله ضربك، اقسم بالله وربنا ما اقسم بالله. وربنا ما جت فيا، وربنا ما جت فيا. بص انتش في السنايبر، انتش يعني فاهم، حاول تكون الايم عليك. ايوه والله واخد طلقة، ايوه ما وحياة انا واخد، ربنا واخد طلقة. ما انا واخد طلقه، ما انا عارف، بس دمجتني، ما موتتنيش. والله طلع ايه؟ قبل المرزق اخوك الهاكر في الله. بحب العب على هوا قوي، بس
طالما ما بتحسش، والله طالما ما بتحسش يا عم. والله يا ابني ما بتيجي في جسمي. عيب عليك يا شيء شيء شيء، ما تقولش كده شيء. ولا ايه العجب ده؟ العجب ايه ده؟ ايه ده؟ جاب سيزو، جاب سيزو وربنا. يا لهوي. ايه الو مين؟ يا لهوي اجري يو. لا حرام يا عم، والله بتاخد دمج وبتموت يا عم. ولا ايه يا عم، انا مش واخد طلقه يا جدعان، حرام على ابوك. انا واخد طلقه بس ما دمجتنيش، قصدي دمجتني بس. بيو بيو ما جاتش. بيو دي هيد شوت، دي فرق شاسع قوي يا اسطى. ايه ده؟ ده انا والله يا ابني مش قصدي حاجه، والله جايز تكون لعيب بس مع ناس تليفون، بس انا بلعب صحابي بالتليفون برضو، مبيبقاش فرق كبير كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه ما موتكش؟ ده انت دماغك ولا شو وقت تعمير، شو وقت تعمير. الله واخد يا عم. Reloading. ايوه نو بيو. ايه ده؟ ازاي ما ماتش؟ ازاي ما ماتش؟ عاش. فين؟ ولا هتعرف وانا طاير في الجو كده ممكن تجيبني اسهل من ان انا اكون قريب منك. والله انا عايزك كده تنط من فوق. مش واخد طلقة، مش واخد طلقة يا اخي، حرام مش واخد طلقة. راح فين؟ بيو بيو. انا الصبر متشغلش بالك يا اسطى، متشغلش بالك والله ولا اتضايق بأمانة والله. يعني أنا كده كده بي سي فاهم، ف مفيش مقارنة. يعني طالما انت بي سي دي بتديك أفضلية، بس أنا لما بلعب عيال بي سي برضو بغلبهم والله. يعني أنا لعبت واحد بي سي روم غلبته برضو، وأصحابي كتير تليفونات برضو مفيش ولا واحد غلبني. فهي عادي يعني متشغلش بالك يعني. ايه انت بيك كويس بس الدرع اللي عليك حلق لحق. يعني انت في تبيك حلو صراحة. ما ايوه كده في يا لهوي. الله الله الله. ايه ده؟ عاش بلا بلاسي بلاسي. ايوه يا عاش شابو شابو شابو. ايه ده؟ فاضل 30 ثانية، 30 ثانية بس. ابدي لعيبة ابدي عادي، بس انا مبعرفش ابايك صراحة، معرفش العب تبيك في السنايب. يا
ايه ده؟ في ايه؟ عايز اقفلهم 30. خلاص خسرت، مش هب.